بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. عنوان المحاضرة اليوم: حب الله جزء من معرفة الله. طبعا مرة ثانية هذا عن موضوع قرآني، وأتكلم وأخاطب الذي يؤمن بالقرآن، والذي لا يؤمن خطاب غير موجه له، لأنه ما راح يفيده. لازم نثبت له أول شيء، والدليل على القرآن مو شيء صعب. يعني شو اللي يترتب أن الإنسان يؤمن أن القرآن كتاب الله؟ شو اللي يترتب عليه؟ شنو؟ إنسان آمن بأن القرآن كتاب الله. شوف، كتاب الله كلمة نقولها سهلة وتعودنا عليها. ليش؟ لأن هذا إرث موجود. لكن لما تقول كتاب الله، منسوب إلى الله، يعني منسوب إلى من خلق هذا الكون اللي فيه على الأقل 2 تريليون مجرة. تصور اللي خلق هالكون باثنين تريليون مجرة، هذا الكون الظاهر يعني الملاحظ المشاهد، هذا فيه 2 تريليون مجرة، فما بالك ما بعده. وكل هذا عالم الشهادة، فما بالك بعالم الغيب. هذا كله القرآن، هذا كلماته، فشوف الكلمات هذه ايش كثر راقية. هذا واحد. الشيء الثاني، في هذا الكتاب الذي يؤمن فيه ويعرفه راح تنكشف له أمور، وتفتح عليه نافذة أو على الأقل باب إلى عالم يستحيل لا العلم ولا الفلسفة يمكن الدخول فيه. راح أبدأ في معرفة الله عند الفلاسفة. أقصى ما يمكن الفيلسوف يعرف الله بأن يستخدم شنو؟ منطق الفلسفة، ويجوز ولا يجوز، ويبدأ يركب كلمات، وهذا يصل إلى شنو؟ أنه واجب الوجود، معتمد على غيره إلى آخره، ويستخدم سلسلة معارف معينة وسلسلة قوانين، ويصل إلى الله أنه يعرف الله عز وجل بأنه غير متناهي وخالد إلى آخره. أكثر من هذا ما يقدر يعرف. أكو معرفة ثانية خاصة الحين في العصر هذا، بعد انكشاف هالعلوم وخاصة علم الكون وعلم البيولوجيا، الإنسان المنصف الذي يبتعد عن الهوى، يشوف أن هناك عظمة رهيبة وتصميم دقيق جدا جدا في الكون، يستحيل أن لا يكون وراءه خالق، يستحيل. واللي ملحد يحاول يلف على هذا، وأنا أقول لكم ياه، وأنا عارف شنو قاعد أتكلم عن أي موضوع. إذن معرفة الله عند العلماء إيش راح يصير؟ عظمة، دقة في الصنع، ويشوفون تصميم دقيق ومحدد واضح. هل أكثر من هذا يعرفون؟ هم راح يعرفون أكثر من هذا. أكو طريق آخر لمعرفة الله والعلاقة بالله، شنو هي؟ أن يرسل الكتب ويبين الرسل. واللي ما يعرف عن طريق الرسل الكتاب، الرسل والكتب، يعرف الله معرفة ناقصة، بدليل القرآن. شو يقول الله سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يقولون مو معقول أن الله ينزل كتاب على إنسان. هو الشيء يقول مو معقول، حسب عقله، حسب تفكيره، ما يرضى أن يكون الله بهالشيء. شيء يتصور هو؟ هو متصور الله بطريقة ما يبي يغيرها، فهو قال يخلق الله مو الله الصجي. فشي تصور؟ يقول معقولة
الله كل هالكون حقه يهتم بأن الإنسان يستانس ولا ما يستانس، يصلي ولا ما يصلي، يدعو ولا ما يدعو، يحط له قوانين ولا ما يحط له قوانين؟ هذا من يتصور؟ هذاك اللي آمن بعقله أن في خالق. فشي يقول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، يعني مو مقدرين الله عدل، مو معرفين عدل ولا عرفوا عدل، معرفة ناقصة. عقلي يقول أكو خالق انتهى الموضوع، لكن هذا الخالق يتدخل ويحدد ويشرع قوانين لمخلوق ما يتعدى طوله مترين حسب الظاهر، وأنا أقول كلمة حسب الظاهر لأن الإنسان أكبر من هالجسد، لكن حسب الظاهر طوله ما يتعدى مترين، تقارنه مع الكون اللي فيه 2 تريليون مجرة فعلا ولا شيء. هذا حسب شنو؟ حسب تقييم الظاهر. مشكلة الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذه هي المشكلة. فش يصير هنا؟ أقول لك النعمة في القرآن يعطيك المعرفة الصحيحة، ترى لا، الله اللي خلق السماوات والأرض هو اللي صوركم في الأرحام، هو اللي نزل الكتاب حق الرسل، ويتدخل في صلاتك ويتدخل في صيامك ويأجرك ويثيبك وانت تشتكي حقه ويستجيب حقك، الله تفاعل. إذن مو بس انه معرفة عقلية محضة. فإذن اذا انكر المنكر للدين السماوي شي يقول؟ يقول مو معقولة. مو معقولة بكلام منه؟ بعقل من؟ بتعريف من؟ هاي بتعريفك انت قاعد تألف الله تبي تركبه على الكون، مو الله الصجي. ايضا محل اخر يقول وما قدر الله قدره، متى؟ هم آية ثانية بس هذه غريبة والله. يعني وما قدر الله قدره لما قال يبي رسالة، آية اخرى شو تقول؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني السماوات والأرض في قبضته، هذا هم تقدير خطأ عليه. ليش تقدير خطأ عليه؟ لأن بعدها شنو أكو؟ يوم القيامة. يوم القيامة هم في قبضته. لي يهذاك نفس الشيء يقول شنو؟ لا يعود، الحياة هي هذه وتنتهي وخلاص. يقول لا لا لا، هذا هم معرفة لله ناقصة، لأن قاعد الله يخلق عبث، يخلق إنسان ويعطيها الدقة والخلية تشتغل وأمراض، وهذا 70-80-100 سنة يموت بس، كل هالخلق عشان كم سنة وفي مظالم وفي مشاكل ومصايب. إذا القصة ما انتهت. لذلك ربطه بين السماوات والأرض الآن في قبضته تحت أمره بتصرفه، يوم القيامة في قبضته وتحت تصرفه. فإذا الله مهيمن على كل شيء بلا استثناء، أعطاك جزء من الحرية يختبرك فيها، غير هذا ماكو. ترى أنت الوحيد من بين المخلوقات البيولوجية اللي تقول لا وإيه. شمس بهالكبر مسخرة، أرض تمشي على نظام المادة، ما تقدر تقول لا. أنت تقول لا وتقول إيه، إيش معنى؟ لك جانب من الحرية. لكن الحين أنا هذا كله كانت مقدمة عشان تعرف معرفة الله شنو. الآن تركيزي أنا على العلاقة المحبة بين الله والإنسان. هذه مستحيل أن يعرفها فيلسوف، مستحيل أن يعرفها عالم، مستحيل أن يعرفها مفكر. شلون أنا أعرف أن الله يحبني أنا أو ما يحبني؟ من يكشف هالسر هذا؟ القرآن واضح فيه، يحبهم ويحبونه. أوه، تصور أن خالق مجرد يحبك وأنت تحبه؟ أكو تصور لهذا الشيء فينا؟ إحنا مو عايشين هالشيء. هذا اللي صفه وصار تقوى راقية عنده يبدأ يحس بهالشيء، هذا هو المكسب الكبير. راح أقول لكم الحين
كيف تكون المحبة بين إنسان بهالحجم وبين الله بهالعظمة. الحين شلون أعرف أنا منو الله يحبه ومنو الله ما يحبه؟ لازم أرجع مرة ثانية للقرآن. شوف اللي يحبهم الله منو؟ بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب منه يحب المتقين. ها إذن هذا أول صنف، أول صف من الناس أن الله يحب المتقين. بعدين وكأي من نبي قاتل معه إلى أن يقول والله يحب الصابرين. فإذن المتقين والصابرين. آية أخرى من آل عمران 159 فبما رحمة من الله لنت لهم. أنا ما بيكمل الآية، أنا أطول وايد. بعدين شي يقول إن الله يحب المتوكلين. فهي ثلاث مواقف أو ثلاث أنصاف. آية أخرى الحجرات 9 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى أن يقول إن الله يحب المقسطين. إنزين هذا بالنسبة اللي يحبهم. أكو ناس ما يحبهم؟ إيه أكو ناس ما يحبهم. تصور خالق الكون كله ما يحب إنسان، هذا الإنسان شنو حظه؟ شنو مصيبته؟ أنت لو إنسان عايش في قسم رئيس القسم زعلان منه يضايق، فما بالك رب الكون كله لا يحبه، قاعد يقول أشكره صراحة. شوف البقرة 190 وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا واحد. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. آية أخرى النساء 107 ولا تجادل عن الذين كذا كذا الله إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. شوف كل أخلاق رذيلة، الخوان، الظالم، الكافر. آية أخرى الأنعام 141 وهو الذي أنشأ جنات المعروشات. بعدين يقول إنه لا يحب المسرفين. أيضا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. آية النحل 23 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك إلى أن يقول إن الله لا يحب المفسدين وما أكثرهم على الأرض. إن الله لا يحب المفسدين، إيش كثر من هالبشر الله يبغضهم. لا يحب المفسدين، مستانس إن بايق له مليون. والآية أخرى لقمان 18 ولا تسعرن ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. شوف الأمراض، هذه أمراض، هذه أمراض في النفس. وجزاء سيئة مثلها إلى أن يقول إنه لا يحب الظالمين. الله، بس توقف عند هذه شوية. لا يحب الظالمين. كم من ملوك ورؤساء يتنعمون في هالنعم لكنه لا يحبه. الله لا يحب الظالمين. شوف هذا مستانس إنه ملك، إذا كان ظالم مصيبته مصيبة. إنزين أثر حب الله على علاقة الإنسان شنو؟ يعني علاقة الإنسان بالإنسان شلون تكون لو كان بمحبة؟ اللي يحب الله كل هالصفات اللي كانت إن الله يحبه فيه تكون فيه. إذا أنا كانت فيني وأنت كانت فيك يصير التسامح، المحبة، التنازل، لأن اثنين قاعد نسعى إلى إرضاء واحد. الأنفس تطهر تتنظف يصير فيها محبة الله، بعد ما يشغلها شيء ثاني، كل الأمور تصير تافهة، كل الأمور تصير صغيرة. بعدين وسيلة الوصول إلى الله شلون؟ إلى حب الله شلون؟ هاي هم نفس الشيء القرآن يقول لك قل إن كنتم تحبون الله شنو؟ فاتبعوني يحببكم الله. تبي تبدأ؟ تفضل، ميدان مفتوح. ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخره.
شوف قصة سيدنا إبراهيم شي يقول: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، إلى أن يعرفون، تعرفوا القصة كلها. بعدين شي يقول؟ يقول: فلما أفل قال لا أحب الآفلين. إيش دخل الحب في أنه شاف قمر وشمس والأشياء هذه؟ شنو دخل الحب الآفلين؟ معناها اللي يحبه مو آفل، دور على شيء ما يخلص حتى تحبه. شوف نفسك، شو اللي تحبه يخلص، كل ما سوى الله يخلص. لكن لو تمسكت بحب الله شو يصير؟ حب أبدي، ارتبط بالأبد أنت. انزل. طبعا دائما أنا عندي نموذج الراقي هو الإمام علي بعد الرسول صلى الله عليه وآله. أنتوا تعرفون في دعاء كميل شي يقول؟ غريب، والله غريب، يقول: فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ أوف، شنو هالمحبة اللي مستعد يتحمل عذاب جهنم؟ يقول ما يخالف، لكن كيف أصبر على فراقك؟ هذه شنو محبة هذه؟ أي محبة هذه؟ وين تلقى عشيقين بهالدرجة؟ إن في قعر جهنم يقبل يصبر لكن ما يصبر على فراق الله. شنو هالمستوى الراقي اللي فهم الله سبحانه وتعالى، اللي إحنا للحين ما نعرف إيش السالفة أصلا؟ شوف هالصورة، شوف ذاك الملحد اللي الحين مغرز في مكانه أن في الله ولا ما في الله. شوف شوف ذاك وين، في وين تحت، في أي مستوى عايش هذا؟ مو بس هذا، شوف التكملة بعدين: صبرت على فكي وهبني يا إلهي صبرت على حر نظرك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك. بعدين شي يقول بالأخير، إحنا لا نطول: ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين. أوف، يبي يبكي، يبكي من الفقدان. هذا إيش كثر حاس بالله عز وجل، إيش كثر عايش مع الله. وهو نفسه من صفات المتقين يقول: عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، كل ما سوى الله باطل. ما قال شعر الجاهلي؟ يقال أن هذا أفضل شعر في الجاهلية قيل: ألا كل ما سوى الله باطل وكل نعيم لا محال زائله. يختصر الحياة والآخرة والدنيا في هالشعر الجاهلي. تصور واحد جاهلي قال كل ما سوى الله باطل، عملية نسبية بس، احنا المسألة كبيرة في عنا. لكن بالحقيقة لما تيع القرآن تشوف لا والله ماكو شيء. لذلك واحد أول مرة أسمعها التفسير نقطة لفتة حلوة، يقول شنو؟ كل ما كل شيء هالكن إلا وجهه. عدل، كل شيء هالكن إلا وجهه. يقول مو راح يهلك، لا هو الحين هالك، مو يعني كل شيء راح يهلك ويبقى وجه ربك، لا كل شيء هالك، يعني معناها ماكو وجود إلا لله. تعال حق دعاء إمام حسين، عشان شديد لما يقول أخذ أهل الكتاب، أخذ القرآن والأهل البيت، عشان هذا مو قضية تعصب حق مذهب أو تعصب حق رأي، هذه منابع إذا تحب تصل إلى الله عز وجل. شو يقول عليه السلام الحسين عليه السلام؟ يقول: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ شلون يصير واحد إحنا نقول لأن في كرة أرضية وكون وهذا في خالق، وهو يقول لا العكس، لأن في خالق في مخلوق، إحنا مغلومين. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك الظهور ما ليس لك؟ حتى يكون هو المظهر لك؟ إحنا احتجنا إلى أن نشوف الكون حتى نقول الله موجود؟ هذا هو المستوى الدون اللي يصير، وهذا هو تأثير الفكر الإلحادي اللي يضيع الناس، ما عارفين قيمة نفسهم،
ومتى ما فقدت قيمة الله فقدت قيمة الإنسان. اخذ قاعدة كذي، متى ما شفت قيمة الإنسان قيمة الله راحت من قيمة الإنسان، الإنسان صار صفر فورا. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، أو متى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له شنو من حبك نصيبا. أيضا مرة ثانية ردنا على الحب، الحب حب الله، العلاقة هذه العلاقة القلبية إذا عندك إياها تصير كل الأشياء واضحة قدامك. سبح أيضا آية قرآنية واضحة، سبح لله ما في السماوات والأرض، هاي سورة الحديد آية 1-3. شي يقول بعدين؟ يقول هو الأول والآخر والظاهر. الله أكبر، الله ظاهر. عشان شي قال عميت عين لا تراك؟ إذن ظاهر، احنا مو منتبهين، احنا مفاتحين عيننا، احنا ما قاعد نشوف. على قولة واحد من اهل العرفان قال كلمة واحدة، والله قال كلمة تعجب منها، قال شوف عشان تشوف. قال شوف عشان تشوف، انا ما قاعد نشوف. اذا المحبة والامور هذه ممتاز، لكن دائما دائما في الحياة هذه دائما لكل حسنة مقابلها سيئة. الإفراط في المحبة يصير مشكلة. أكو بعض أهل التطرف يصيرون في العرفان يصير يحب 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 بحيث ينعزل عن الحياة نهائيا 100%. هذا لا يتفق مع القرآن نفسه، لأن في محل قايل لك محبة الله قايل لك عقل، قايل لك طبيعة، قايل لك كون، قايل لك حياة، قايل لك جهاد. فإذا كل مع بعض لازم يمشي بطريقة متوازنة. إحنا عندنا آية تقول هذا الإفراط، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو مصيبة، الغلو إفراط. وين إفراط؟ في محبة أولياء الله، محبة أنبياء الله. الإفراط في هذا يدخل في الغلو، الغلو معناها شرك. ما في روح تعالى هني، أنا الحين بديش منطقة خطرة. الغلو منطقة خطرة، تعال شلون تفهمها؟ يقول قال علي عليه السلام يحلك وفي أفنان، محب شنو ومفرط ومبغض. قال يعني المحبة الزايدة عن اللزوم تخرجك، يعني مام علي حطها ميزان كذي مسطرة، تحبه أكثر من اللازم، وأنا راح أحدد اللازم شنو هو، أكثر من اللازم خرجت عن هدى الله، تبغضه رحت في جهنم ما في روح تعال، لأن لا يبغضك إلا منافق. فخلي ينتبهون، أي واحد عنده بغض حق مام علي خلي ينتبه، ينتبهون على روحهم، ترى يصلي ويصوم يتعب وفي النهاية هو أهل النفاق. مو أنا أقول الكلام هذا، هذا كلام رسول الله قايله، اللي هو أفضل مني ومن غيري. قال علي، قلنا هذا، قال زين العابدين كان علي عليه السلام والله عبدا صالحا أخا رسول الله صلى الله عليه وآله، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته، طاعة الله ولرسوله، وما نال الرسول صلى الله عليه وآله الكرامة من الله إلا بطاعة الله. لا تقولوا فينا ما قالت اليهود بعزير وما قالت النصارى في عيسى ابن مريم. هذا هو الغلو والخطر، انك تبالغ، هذا تقيد بما قاله القرآن. زي شلون اعرف انا متى اعرف ان غلو ما غلو؟ شوف، قل ان كان الآية، ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم كذا كذا أحب إليكم من الله ورسوله. ها حط بالك معناها شنو؟ معناها دائما حب الله يكون أول،
بعدين الزوجة الحياة وهذا، تقدر توصل نفسك بهالمواصيل بهالدرجة هذه تكون نجحت فعلا. طبعا هذا اختبار كلنا متلين فيه، كلنا مطلوب منا مجهود أن نرفع هالمستوى، بحيث أن حط بالك تحب زوجتك نعم، تعيش معاها نعم، تحب الفلوس شيء طبيعي، هاي طبيعة البشر، لو ما يصير تصير فوضى، لكن الإفراط فيه إنزين وين السقف؟ السقف إن لا يكون شنو أكثر من حب الله. إذا حب الله الصحيح هو التوحيد، لأنك إذا حبيت الله صح الباقي يصير أقل. ويقول تذكروا كلمة علي، عظم الخالق في أنفسهم وسقف صغر ما دون ذلك في عين. ما دون ذلك شنو؟ كل ما سوى الله، اخذ من رسول الله وانت تحت، كلهم بالنسبة لله أقل. بس الآية هذه حقة توضح تفصل المسألة كلها. شي يقول؟ يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شنو؟ يحبونهم كحب الله. أخ غلط. بس بالمقابل والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا أنت تبي تحب الرسول حبه، تبي تحب إمام علي حب، تبي تحب أولياء الله حب، مو غلط، لكن تشوف هذا أحسن من الله، ها دخلت في الأنداد، أنت صار ند، طلعت من التوحيد. وكل هالخرافات اللي نسمعها والأشياء هذه مصايب، مصايب في البشر هذا إذا زاد عن اللزوم. الإفراط مصيبة. أكو جملة حلوة حقيقة ولو أنه مو من المسلمين لكن وايد رائعة، يقال أن بوذا قال، بوذا يقول جاء عظماء البشر فقالوا للبشر انظروا للقمر، فيقول الناس وين ركزوا؟ ركزوا على الصبع. هو يقول لهم شوفوا القمر، راحوا شافوا الإصبع. عرفتوا قصده؟ الرسل جايين يقولون شوفوا الله، احنا رحنا شفنا الرسل، شفنا ولد الرسول، شفنا ولد اخته، شفنا ولد ابن، وهذا قمنا نتشبث في هذول. لا 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 لا، ترى هذول وسائل. لذلك دائما الله يركز محمد عبده ورسوله، عبده، ترى حط بالك عبد، هو لا زال عبد، نعم عبد من الدرجة الأولى، بس هو عبد، لا يصير إفراط ولا يصير فيه تفريط. إذن أختصر الموضوع، أن بالعقل وبالعلم توصل لله، الدين والوحي توصل لله، بس تكون طقوس، عبادات، صلاة، صيام، درجة معينة. تشوف الناس يتعصبون للطقوس نفسها، ينسون الهدف، هم نفسهم اللي شنو شافوا الصبع وما انتبهوا على القمر. إنزين أختم بالقرآن أيضا، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم. عقب ما هدى للتي أقوم شو يسوي؟ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الإسراء آية 9، والحمد لله رب العالمين.